السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوف واحد الدار كتباع كومبلي، فيها ريتشوسي برومي ايطاج دوزيام ايطاج، تقريبا مبنيه النص والنص بقى تيراس، وعاد كاين فوق منها واحد التيراس ثاني في التروازيام ايطاج. التيران فيها 136 متر، التيتر ديال الدار فيها 226 متر، فيها ريتشوسي تقريبا فيه تريبل صالون. الدار تبارك الله راه مخدومه بالعشق، كامله هاد الطاج كامل دايز بالرخام، فيه واحد شيميني طالع حتى للفوق، شي حاجه تبارك الله مصوبه بالنفس. والناس اللي مصيبينها في الاول راه ما مشطرينش في الثمن، دايرين شي حاجه الكاليتي على حساب المستقبل. والفصاله ديالها تبارك الله مفصله بواحد الذكاء، هنا يا راه كيجينا صالون ورايا صالون تاني، بعدا باش كاين سيجور بحال تقول تريبل صالون، كاينه واحد الكويزين كبيره بواحد ليسباس د صالا مونجي الوسط، كاين عاوتاني لاكور والحمام. ليطاج برومي فيه 4 ديال لي شومبر بالحمامات ديالهم، وعاد باش الدوزيام ايطاج كاينه واحد الكويزين واحد الصالون وحمام، والتراس الفوق فيه سطح. الدار جات في واحد الموقع نقي بزاف، لواحد الدرجة ما كتصورش اللي داخل هاد الكومبلكس هذا ما تيحس لا بصداع لا بضجيج لا بتا شي حاجة. هو كان كومبلكس ريزيدونسيال زون ار بلس 1، ودابا عاطينو ار بلس 2، كاين اللي باقي برومي ايطاج وكاين اللي داير دوزيام ايطاج. جا في كيتسمى كومبلكس القدس في البرموسي، باش ما يفوتناش هاد لاكور السيد اللي كان داير البلان في الاول دار على اساس من هنا القدام هاد الشراج مطوال من الريتشوسي حتى الفوق، على اساس باش من هنا القدام الا بغى يدير فيها اسانسور كابين وحده تجي سهله، كتجي من هنا يطلع البرومي ولا يطلع الدوزيام ايطاج. هذه الاشاره كنا كنهضروا على الموقع، قلنا هذا الكومبلكس كيقولوا ليه كومبلكس القدس، جا في البرموسي في واحد البلاصه ترونكيل قريبه للوطوروت، قريبه للخرجه ديال اللوطوروت ديال البرموسي، جات بالضبط قريبه لشارع امام مالك. برومي ايطاج كيف ما شفتوا هو هذا، البديه ديالو كاين واحد الصالون وسط الدار، صالون سيجور كيطلعوا على لاكور لاباغ الدار. الدار مشمشه النهار كامل، اوريونطاسيون بلان سود، الشمس راه ما كتخطاهاش. حنا جينا راه في الوقيته تقريبا مبقى والو يقرب للمغرب، والشمس باقا داخله امبيكابل. هنايا كيف ما قلنا كاينين 4 ديال لي شومبر، واحد كبير كانوا دايرين سويت بارونطال فيه الدخله ديال الحمام، عندك واحد التيراس هنايا، التيراس تبارك الله كبير كيطلع على الزنقه، الزنقه راه كيف ما كتشوفوها نقيه لواحد الدرجه ما كتصورش. الناس اللي كيدخلوا لهاد الزناقه غير الساكنه ديال هاد الكومبلكس، كيبقى كومبلكس نقي ما كيدخلوش ليه ما كيدوزوش منه الناس، الزناقي فيه ماشي ديال الباساج، الزناقي ديال ريزيدونس. لا شومبر الاولى هي هادي، عندها واحد لاكسي من داخل الحمام، وكيف ما كاين اكسي تاني من برا الحمام، الباب اللي كيتدخل منه للحمام كيتسد على برا ولا لداخل. لي شومبر خلاص راه كاملين دايزين بالبلاكارات، الحمام تبارك الله راه كبير، كبر من التحت. الدار ان شاء الله اللي غادي يدير لها لا فيزيت راه غيتبان ليه بلي راه نقيه نقيه، لا طروتي هذه ما كاين فيما كتخسر شي حاجه كيقادوها، كتبقى الدار نقيه، تتبقى الدار جديده. بالنسبه للثمن، الثمن ديال هاد الدار راه كيبقى الهمزه، قلنا فيها
136 متر في التيتر كاين 200 كاين 326 متر كيطلبوا فيها 290 مليون. بعنا دي زوفر فكرتي ناقص على هذا واللاقام لا علاقة مع هذا اللاقام بعناهم ب 270-280 هذه ب 290 مليون وفيها هذا المتراج اللي بعناهم ما وصلش 100 متر في التيران هذا فيها 136 متر بارابور الكاليتي اللي كينا في الدار والمتراج اللي كين ولازون خصوصا لازون الكارتي الكومبلكس راه تمن كيبقى مناسب لواحد الدرجة كبيرة وعاوتاني السكنة ديال دار كومبلي بابك بوحدك ما كيدخلش معاك الجار ماشي هي السكنة ديال لابارتمون كل واحد عاوتاني كيمشي على قد جهدو تيراس وصلنا ليه دابا فيه كيف ما شفتو واحد الصالون هنا كتبقى لا كويزين ورايا واحد الحمام وعاد باش غيبقى تيراس على برا والسطح فوق منه لي ديطاي راه تقريبا كاملين قلناهم لا كويزين اللي كاين هنايا راه تقريبا كبر من التحتانيه شويه اللي بغى يدير لا فيزيت ولا بغى يتواصل مع السيد ولا بغى لي ديطاي اكثر النمره فيها الواتساب يدوز عندي تبارك الله عليكم.